يستعد نشطاء لإطلاق حملة إلكترونية تضامنية مساء اليوم الخميس للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المختطفين وعلى رأسهم الأربعة الصحفيين الذين يواجهون خطر الإعدام. يأتي هذا فيما تواصل ميليشيا الحوثيين الإرهابية اختطاف أكثر من 12 صحفيا في سجونها، بينهم أربعة أصدرت بحقهم قرارات إعدام مسيسة، وهم عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وأكرم الوليدي وحارث حميد. وفي 12 من هذا الشهر دعا سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونيرا فينيليس للإفراج فورا ودون شروط عن الصحفيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي. ووثقت نقابة الصحفيين اليمنيين استشهاد 49 من الصحفيين والمصورين والعاملين في وسائل الإعلام منذ بداية الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثيين وحتى اليوم. ولمتابعة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي والمختطف السابق لدى ميليشيا الحوثيين هشام اليوسفي. أهلا وسهلا بك معنا سيد هشام. إذن اليوم مقرر عقد جلسة استماع لشهادات مختطفين خرجوا في صفقة تبادل محلية حول الظروف التي يعيشها زملاء الأربعة في سجون الحوثيين، ما الذي سيقوله الصحفيون حول ما جرى لهم وأيضا في هذه الجلسة؟ مرحبا، في البداية تحية لقناة يمن شباب وهي تسلط الضوء مجددا على قضية الصحفيين المختطفين في سجون جماعة الحوثي والذين يقتربون بعد قرابة أسبوعين من دخولهم عامهم الثامن في سجون جماعة الحوثي. في الحقيقة اليوم كان هناك جلسة استماع لبعض المفرج عنهم في صفقة تبادل خرجوا مؤخرا، كانوا في نفس أو في ذات الزنزانة التي يتواجد فيها الزملاء الصحفيين وحكوا الكثير من التفاصيل المروعة التي يعيشها الزملاء الصحفيون من تعذيب ممنهج ومستمر بحق الزملاء الصحفيين. أيضا يتزامن كل هذا التعذيب مع فترة إخفاء تجاوزت العام الآن، ربما عام ونصف منذ أن خرجنا ولم يتلقى هؤلاء الزملاء الصحفيين أي زيارة من ذويهم حتى اليوم، وكل الأخبار التي يعرفها نعرفها نحن كزملاء لهم وأيضا أهاليهم هي من هؤلاء الأشخاص الذين يخرجون من السجون لينقلوا بعضا مما يعاني الصحفيون. نعم، في هذه الجلسات الاستماع التي حكى فيها من كان إلى جانب هؤلاء الصحفيين الزملاء الأربعة، هل تتوقع أن وجود المنظمات واستماعها لأقوالهم سيساعد على الضغط على الحوثيين للإفراج عن الزملاء المختطفين لديها؟ أنا بصراحة وغيري الكثير يرى أن المنظمات الدولية بشكل عام والعاملة بمجال حقوق الإنسان هي تساهلت بشكل كبير مع جماعة الحوثي، وهي تدرك حقيقة وضع الصحفيين وبإمكانها أن ترسل مفديها إلى السجون وتطلع بشكل مباشر وتستمع منهم ومن السجناء الآخرين. هناك فقط قبل فترة كانت هناك زيارة للصليب الأحمر وشكى الزملاء الصحفيون لهذه اللجنة التي قامت بزيارة السجن أن جماعة الحوثي لا تقوم بتوفير الأدوية للمختطفين وإنما تقوم ببيعها، فكانت جماعة الحوثي تقوم بتوزيع بعض الحبوب المسكنة، يعني بيعها لهؤلاء للصحفيين بشكل نعم للصحفيين والمختطفين. فأصبحت حتى الأدوية التي تصرفها المنظمات تقوم جماعة الحوثي بصرفها للمختطفين. طيب هشام، هل هناك من تأكيدات حول إدراج أسماء الزملاء الأربعة ضمن صفقة قادمة للإفراج عنهم؟ هل لديك أي معلومات حول ذلك؟ في الحقيقة هناك على مدى العام ونصف كان هناك تفاوض من أجل إطلاق سراحهم في صفقات محلية، لكن اتضح
لأكثر من مرة أن جماعة الحوثي هي ترفض بشكل قاطع إخراج الصحفيين في الصفقة، حيث أنها تقوم بعمل شروط تعجيزية وسرد أسماء أو مطالبة بأسماء لا وجود لها لدى الحكومة الشرعية، فهي في كل مرة تستبدل قائمة بأخرى، حتى وإن تم الاتفاق في بعض المراحل. نعم. في اللحظات الأخيرة جماعة الحوثي تتراجع عنها أخيرا. تتراجع. هشام، هنا أيضا معلومات عن ترتيبات لإطلاق حملة إلكترونية لمناصرة وتضامن مع زملاء الأربعة المختطفين في سجون الحوثيين، هل يمكن أن تعطينا لمحة سريعة عنها؟ نحن كصحفيين وأيضا وسائل الإعلام ندرك أننا لسنا سلطة مباشرة، لكن سنقوم بهذه الحملة من أجل تسليط الضوء مجددا على قضية الزملاء الصحفيين. هم اليوم يعيشون واقع مرير أو موت بالبطيء. جماعة الحوثي تنفذ أحكام الإعدام بطريقات الخاصة. مؤخرا قامت هذه الجماعة بملشنة السجن وجعل مجموعة من المختطفين كانوا يتعاطون الحبوب المسكنة هذه، فتم منع الزنزانة من الدواء ومن قبل الحوثيين، وقالوا أن الصحفيين هم من منعوا عنكم الأدوية بسبب أنهم شكوا للصليب الأحمر أن الحوثيين يقومون ببيع الأدوية، فتم الاعتداء على الزملاء الصحفيين من قبل هذه العصابة التي جعلهم الحوثي مدمنين لهذه الحبوب التي لا تصرف إلا بروشتات طبية مخططة. وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك الصحفي والمختطف السابق لدى الحوثيين هشام اليوسفي.